صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك مباشره. معكم المحلل التقني جوزيف ظهريه، رح نقوم بتغطيه مباشره وحيه ولايف تريدينج على معظم الازواج والعملات الرئيسيه الموجوده عندنا على منصه التداول. في البدايه بدي احذركم من المخاطر اللي ممكن تكون موجوده عندنا بسوق الفوركس وباسواق المال، وبدي لكم قبل ما تبتدوا بالتداول لازم تفكروا بعناية وتعرفوا هدف التداول الخاص بكم. هلا بالنسبه لنا طبعا الايداع الاموال والتداول بسوق الفوركس هو شيء نحن بنختاره لزياده اذا بدكم فرص استثمار او لزياده المدخول اللي عندنا، وانما طبعا المخاطر مرتفعه لانه بتاخذوا النتيجه فوريه على او بسوق الفوركس. فهذا هو طبعا الشيء اللي بيميز سوق الفوركس عن غير المصالح او فرص او الاستثمارات، خلينا نقول، لانه نحن عم ناخذ اذا بدكم الامور او الارباح والخسائر بشكل مباشر على حسابنا وعلى راس مالنا. هلا في البدايه بدي مر طبعا على الاجنده الاقتصاديه، ولكن قبل ما امر على الاجنده الاقتصاديه بدي اشوف، خليني اقول، زوج الاسترالي الدولاري اللي هو يلقب بالكوموديتي كارنسي. اذا في حال الاسترالي دولار عم يعطيني اشاره بيع وعم بيتداول قرب ادنى مستوياته، من المفروض انه اسعار الذهب هذا الارتفاع يكون ارتفاع وهمي وليس اتجاه عام صاعد. هلا على رسم بيان الشهري بعرف عم بتداول على رسوم بيانيه كبيره، ولكن لازم حدد، خلينا نقول، هذه النقاط كرمال اقدر اشوف الاتجاه العام للعمله اللي هي عم تعطيني اذا بدكم اشاره على انه الارتفاع لاسعار الذهب هو ارتفاع خاطئ، لانه الاسترالي الدولار يلقب بالكوموديتي كارنسي. هلا عم نتداول تحت خط مهم جدا بالاسترالي دولار، وطبعا اللي مسيطر عليه هو فريق الدباب وتقريبا خطوط المقاومه. فبهذه الحاله اتوقع انه ممكن يكون عندي بعض الضغوطات السلبيه وتكمله الاتجاه الهابط بالمراحل القادمه. هلا نحن كنا وصلنا باخر باستعمال فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه، كنا وصلنا لمستويات مهمه جدا بجلسات سابقه، كنا قلنا انه ممكن يكون عندنا امل الارتداد بالاتجاه الصاعد من هذه المستويات اللي هي مستويات ال 76.4%، ولكن بعد اختراق واغلاق تحتها ما بقى عندنا غير مستوى ال 88.2% اللي هي مستويات ال 88.2% اللي تعتبر اخر مستوى او اخر امل لفريق الثيران اذا في حال بده يفكروا بالاتجاه الصاعد، يعني مستوى ال 88.2% بسائب تقريبا قرب الرقم اللي هو 06983، يعني بعد انخفاض تقريبا بحدود ال 60 او 70 نقطه من هذه المستويات او ارقام الحاليه، ممكن نكون لمسنا مستوى ال 88.2 اللي هو عندي فرصه او امل شراء للاسترالي دولار. هلا طبعا بغض النظر عن هذا الموضوع، ضعف الاسترالي دولار وهيمنه فريق الدبب على هذه الرسوم البيانيه بتعطيني اذا بتكون هيك مثل لمحه بسيطه عن اليورو دولار او العمله الاوروبيه الموحده اللي عم بتجرب تبتدي بالاتجاه الصاعد، ولكن ما عم تقدر من وراء المراحل الافقيه اللي عم تدخل فيها والتذبذبات الافقيه. من الواضح انه فريق الدبب كل ارتفاع معين عم بيرجعوا ينخفضوا فيه وعم بيسجلوا قيعان اوطى من القمه او النقطه اللي ابتدت فيها. يعني على سبيل المثال هذه النقطه اللي ارتفع منها السوق اليورو دولار بشكل اندفاعي اذا عم تشوفوا، اوكي، هذه هي النقطه بالضبط، عم تلاحظوا انه الانخفاض اخترق هذه النقطه اللي هي نقطه البدايه. فعلى طول لما يكون عندي بهذا الشكل، ليكو هذا السيناريو كمان هون، هذه نقطه ارتفع فيها وسيطره فريق الثيران على الرسم البياني، ومن ثم الانخفاض سجل مستويات او نقطه اوطى من النقطه اللي ابتدى فيها الارتفاع. فبهذه الحاله فريق الدبب عم بيكون مسيطر اكثر والموجات اندفاعيه مضاده للارتفاعات. هل يا ترى اليورو دولار رح يكفي اتجاه الصاعد؟ انا بالنسبه لي السيناريو او الشمعه الايجابيه اللي حصلنا عليها على رسم بيان الاسبوعي اللي هي تلقب بالانجولفينج باترن او النمط الاحتوائي، من المفروض انه هدفها او خلينا نقول الهدف تبعها يكون على ال 117.40 اللي هي تقريبا اخر قمه انخفضنا منها. بغض النظر عن خلينا نقول تقلبات او شكل الارتفاع، اتوقع انه الارتفاع يكون خلينا نقول هدفه 117.30 117.40 على زوج اليورو دولار. هلا في حال بدنا ناخذ هذا السيناريو الايجابي بعين الاعتبار ونرجع اذا بدكم نفكر بشراء اليورو دولار، طبعا بدنا نرجع نحدد وقف خساره ومستويات مهمه جدا. جود مورنينج، اهلا وسهلا فيكم بهيدي الجلسه، صباح الخير.
لكن اذا فحلنا نفكر بالسيناريو الايجابي لزوج اليورو دولار او العمله الاوروبيه الموحده، من المفروض انه نكون نحن خلينا نقول بكل بساطه عم نحمي حالنا واستثماراتنا ونرجع ندخل وقف خساره تحت اخر قاع. هيدا عم بتكلم على راس مبين الاسبوعي، لانه عندي انجلفنج باترن او نمط احتوائي اكثر من واضح، فاتوقع ارتفاع اليورو دولار على المدى الوسط للطويل. هلا اذا بدي ادخل على راس مبين اليوم الاربع ساعات كرمال لشوف، خلينا نقول هذه المراحل اللي عم ندخل فيها، هل يا ترى عندي سيناريو مفترض، عندي سيناريو معين على اليورو دولار؟ بالنسبه لي طبعا لا، ومع افتتاح فجوه سعريه بالاتجاه الهابط وارتفاع تسجيل مستويات مهمه، بيبقى عندي مرحله اكثر من واضحه لانه لازم نحددها كمرحله افقيه بامتياز. اوكي، صباح النور استاذ سمير، اهلا وسهلا فيك. لكن هذه المرحلة هي مرحلة أفقية، من الواضح أن السوق عم بيدخل فيها بمرحلة إذا بتكون خلينا نقول هاي فولاتيليتي، وعم نشوف عم نشهد شموع يابانية ضخمة تابعة على فريق الثيران والدبب، ولكن ما عندي سيطرة تامة من فريق من الفريقين. عم نشوف موجات مضادة، يعني مقابل كل ارتفاع عم نرجع نشوف إذا بتكون انخفاض والعكس صحيح. هلا اتوقع انه من ورا ما لمسنا هذه القمه، من المفروض كتحاليل تقنيه بسيطه او سمبل اناليسيس نرجع ننخفض ونثبت مستويات ال 112.80 لزوج اليورو دولار. هل يا ترى ممكن نشهد هذا السيناريو، او طبعا راح نخترق القمه اللي هي مستوى ال 114.70؟ نحن كمستثمرين ما فينا نسبق على السوق، ما فينا نعطي سيناريو مفترض ونقول انه لازم ندخل بفرصه استثمار بمركز بيع تيك بروفيت خلينا نقول 112.80 او مركز شراء لانه راح يخترق القمه. نحن لازم ننتظر تأكيد، انتم بتعرفوا لا نقلص المخاطر، لازم ننتظر كونفرميشن وتأكيد واغلاق شمعة تحت خط الدعم وفوق خط المقاومة لنبتدي بالاستثمار. هلا بيبقى الواحد او المستثمر او المضارب عنده اذا بتكون نوع من التحيز لاتجاه معين، ومن الواضح انه انا التحيز تبعي هو الاتجاه الصاعد من وراء اول شيء قوه اسعار الذهب وضعف الدولار الامريكي مقابل المعادن. هذا بيعني انه ممكن يكون عندي اذا بتكون قوه للعمله الاوروبيه الموحده بالجلسات القادمه. هلا بالنسبه لليورو دولار طبعا كان عندي هذا السيناريو الافقي، ولكن الشيء اللي بيدعم اذا بدكم سيناريو اخر ومختلف هو الاسترليني دولار. انتم عارفين على رسم بين الاسبوعي او اليومي كان عندي مثلث على استرليني دولار، ودخلنا ب 5 ويفز اللي هم اي بي سي دي اي باستعمال موجات اليوت، وكنت قلت لكم من وراء اختراق هذا المثلث اللي هو يعتبر اذا بدكم بمثلث افقي كموجة رقم أربعة، تلقب بموجة رقم أربعة، اختراق استرليني عندنا شيء اسمه إعادة امتحان أو الريتست. الريتست أو إعادة الامتحان كانت واضحة أنه ممكن نرجع نلمس قاع المثلث قبل ما نكفي بالاتجاه الهابط وتعزيز مراكز البيع عن جديد. أوكي، هذا هو السيناريو، كان أكثر من واضح بشكل أي بي سي. اهلا وسهلا فيك، صباح النور، صباح الخير. هلا لكن على رأس بين الاربع ساعات، هل يا ترى هذه الموجه اللي عم نرتفع فيها هي اذا بدكم على السنين دول قد انتهت؟ طبعا بالنسبه لي هذه الموجه باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن ممكن نحدد اذا بدكم هدفها، وممكن نحدد اخر قمه تبعها. هلا في فيبوناتشي اكسبانشن من اخر قمه لاخر قاع على اليسار للقاع على اليمين، اوكي، لويف بي عندي مستوى ال 100% اللي هو بالمبدا تم تسجيله، اوكي، بالمبدا تم تسجيله، وليكو حابب بس فرجيكم الدقه بالتحاليل التقنيه كيف تعطيني اياها الفيبوناتشي اكسبانشن ومعظم المؤشرات اللي بنستعملها، اوكي، باستعمال ليكو ال 100%، ليكو ال 100% قديش دقيقه عنا بالضبط كيف لمسها الاسترليني مستوى ال 100% في بوناتشي اكسبانشن. يعني هيدي انتهاء موجة اي بي سي، ممكن يكون انتهينا على مستويات ال 127.38، وانا كنت قلت لكم انه مستوى ال 127.30 127.40 على استرليني دولار هي المستويات المنتظرة لانتهاء الموجة التصحية وتعزيز مراكز البيع وبداية موجة اندفاعية بالاتجاه الهابط لزيارة وتسجيل قاعان جديدة اللي هي قرب مستوى ال 121 او 121. شكرا استاذ مهدي، شكرا، اهلا وسهلا فيك. لكن بالنسبة لنا استرليني دولار كان وصل لمستويات مهمة جدا باستعمال في بوناتشي اكسبانشن، ثبتنا مستوى ال 100% 100% في بوناتشي اكسبانشن مثل ما عم بتشوفوا امامكم باستعمال اذا بدكم موجات اليوت اللي هي لقبت هذه القمم والقاعان باي بي سي بموجات الصحية، فورا دخلنا في بوناتشي اكسبانشن وبتعطيني الهدف. يعني انا بالنسبة لي بدخل بمركز بيع باسترليني دولار ب 0.5، اوكي، مركز بيع، وبهيدي الحاله طبعا اتوقع انه ممكن يكون عندي اذا بدكم بعض السيناريوهات المختلفه لاسترليني دولار،
وراح حد الوقف الخسارة تقريبا على مستويات 127.99، يعني 128 1.2800، اوكي. واما الهدف تبعي راح يكون 1.2250، اوكي. 128.50 هو هدف لإلي لمراكز بيع ال 60 دولار، اوكي. وبالنسبه لي طبعا دخلنا بمركز بيع من هذه المستويات الحاليه، واقف خساره 128، يعني اذا تم اختراق هذه القمه واغلاق فوقها اعطيناها مستويات تقريبا خلينا نقول ال 60 او 70 نقطه اللي هي فوق اخر قمه، اوكي. ال 128 هي اخر قمه انخفضنا منها لل 60 دولار اللي هي هذه القمه بالذات، اوكي، 128.02. فانا هذا هو وقف الخساره عندي، واتوقع بدايه موجه اندفاعيه بالاتجاه الهابط، اوكي. فطبعا استاذ محمد، اذا في حال اتوقع انخفاض استرليني دولار، يعني من المفروض انه جي بي جي بي واي او الكريزي كروس يكون ايضا عم يضعف، من المفروض انه يكون عم يضعف امام الين الياباني هلا. ولكن الدولار ين كمان عم نشهد اذا بدكم ضعف لإله، وهذا الشيء عم بخلي الين الياباني يقوى، اوكي. فبالنسبه لي ممكن يدعم اكثر نظريه انخفاض الجي بي بي جي بي واي، ولكن رح نشوف السيناريو، اوكي. من الواضح انه سيطره فريق الدبب على هذا الرسم البياني، وطبعا استرليني ين او الكريزي كروس عنده سيناريو اكثر من رائع كان لزياره اذا بدكم مستويات ال 152 قبل ما نكفي اتجاه الهابط. انا كان برايي انه ممكن يكون عندي ليدنج دياجونال اي بي سي الريجولر ويف او موجه غير اعتياديه، ومن ثم بدايه موجه هبوط لزياده مستوى ال 130 على المدى الوسط الطويل. هلا بالنسبه لنا زياره او اختراق القاع اللي كنا ارتفعنا منه، اذا في حال بدنا ناخذها موجه غير اعتياديه او الريجولر ويف، المفروض انه نبتدي بالاتجاه الصاعد، اوكي. ولكن لنتاكد من هذا الموضوع عندي اخر قمه لازم ناخذها بعين الاعتبار، او خلينا نقول اقله على رسم بين الاربع ساعات، خلينا ناخذ القمم بعين الاعتبار، يعني القمه اللي هي مستوى 140 80، هيدي اذا في حال تم اختراق اول نقطه ايجابيه. القمه اللي عندي خلينا نقول تقريبا قرب مستوى 142 60، كمان هيدي نقطه ايجابيه اخرى. فعندي بعض مستويات او مناطق المقاومه اذا في حال تم اختراقها اتوقع تكمل الاتجاه الصاعد، والا رح نكفي سيطره فريق الدبب عليه. يعني انا عم جرب اعطيكم، لان انا عارف كل الاشخاص اللي بيكونوا عم يسالوا عن كلاس معين بيكونوا مفكرين بالاتجاه المضاد، يعني الاسترليني يعني عم بينخفض، من الواضح انه سيكولوجيه التداول وسيكولوجيه الاشخاص بتقول انه يفكروا بالشراء، لانه السوق عم ينزل، السوق عم يضعف، السوق عم يرخص، بقولوا انه مع رخص هذه الاسعار نتوقع ارتفاعها، ولازم يكون عندي اسعار مغريه للشراء على هذه المناطق. فطبعا اتوقع انه يكون عندي مستويات للشراء اكثر من مراكز البيع على استرليني، ولكن اتوقع انا بالنسبه لي تكمله الاتجاه الهابط، الا اذا في حال اكتفينا بهذا القاع، يعني الاشخاص اللي داخلين بمراكز شراء على استرليني يدخلوا وقف خساره تحت اخر شمعه تسجلت عندي اللي هي شمعة اليوم، القاع تبعها 139.45، دخل وقف خسارة عليها، إذا في حال تم اختراقها اغلق المراكز على خسارة، وطبعا تقبل خسارتك وحددها. عرف على طول إنه تحديد المخاطر وتقليص المخاطر بعرض وقف خسارة على مستويات حساسة طبعا بتعطيك فرصة أخرى لترجع تعيش الحساب بعدين، وترجع تستثمر بفرص تداول أخرى. يعني ما فينا نحن نعرض حسابنا للتداول أو رأس مالنا كله على كروس واحد أو على زوج واحد، يعني مش مزبوطة إنه أنت تدخل بمراكز شراء أما بيع على زوج أو كروس معين وتمتد فيه للآخر، أوكي، هذا الشيء خطأ. إذا في حال نحن كان تحليلنا خطأ على استرلينيان، كلنا بنخطأ من حال الأوقات سيناريوهات مفترضة غلط أو خاطئة. طبعا إذا في حال يعني بالنسبة لنا، إذا في حال كان عندنا سيناريو غلط على خلينا نقول عملة معينة أو كراس معين، ما تخلوا المركز يمتد أكثر ل إذا بدكم خسارة رأس مال كله، خلينا نخسر جزء منه وطبعا نرجع نعوض بعدين. بالنسبة لي أستاذ محمد، فرص الشراء على استرليني ين موجودة، يعني أنا قلت لكم كان عندي سيناريو على استرليني ين إنه عندي إذا بدكم ليدنج دياجونال، اوكي، وهذا الليدنج دياجونال يلي اذا بدكم ارتفاع لزياره مستوى ال 76.4%، شو يعني؟ اوكي، فاتوقع انا اتوقع من اخر قمه لاخر قاع، اوكي، انه يكون عندي زياره مستويات ال 149 او 152 قبل ما نبتدي بالاتجاه الهابط، هذا هو السيناريو تبعي، اوكي، اللي هو تقريبا زياره مستويات ال 76.4، هذه المستويات المنتظره كانت عندي
واذا وصلت اوكي، اذا وصلت اتوقع تكمله اتجاه الهابط وتعزيز مراكز البيع. هذا هو السيناريو عندي اوكي. ولكن بعد اختراق قاع يعني بجلسه اليوم، بعد اختراق هذا القاع كان عندي شويه تسجيل اذا بدكم سلبي لاسترليني ين، وبوصول استرليني دولاري اللي هو الجي بي بي يو اس دي لمستويات ال 127 40 المستويات المنتظره عندي، اتوقع ضعف استرليني، وهذا الشيء طبعا ممكن يكفي اتجاه الهابط لاسترليني ين. هلا طبعا السيناريوهات منا كثير واضحه، يعني انا اتمنى يكون الصعب يمشي معكم وعلى تحليلكم، لانه يعني بالنسبه للتحليل التقني شوي اصبحت ضئيله مع اخر السنه، يعني بعد عندي 3 أو 4 أيام لنهايه هذه السنه، ف يعني لا اتوقع انه ممكن يكون عندي هالسيناريوهات الرائعه او هالسيناريوهات الواضحه بالنسبه للتحاليل التقنيه. مشان هيك انا بتمنى منكم تكونوا عم تحصروا شوي صغيره استثماراتكم مع وقف خساره شوي قريب، وتقلصوا المخاطر لننهي هذه السنه ونبتدي سنه جديده اكثر من رائعه اذا بتكون بالنسبه للتحاليل التقنيه، لانه بكون عندي سيناريوهات مفترضه اذا بتكون اوضح شوي صغيره، حجم التداول بكون اكبر، ولما يكون حجم التداول والفوليوم اكبر بكون عندي اذا بتكون فلو بالماركت، وهذه السيوله وضخ السيوله بتكون افضل واحلى بالتحليل ايضا. هلا بالنسبه للمؤشرات الامريكيه عم نسجل انخفاض ضخم جدا، عم نستعمل فيبوناتشي اكسبانشن لنشوف نقدر نحدد هل يا ترى عندي قاعان اذا بدكم قريبه للداو جونز او للاس بي 500، هل يا ترى ابتدينا الكراش او خلينا نقول الانهيار اللي نحن عم نشوفه بالداو جونز والاس بي 500، هذا الانهيار اللي عم نشوفه هل يا ترى قد ابتدى الكراش سايكل؟ انا بالنسبه لي بعد لا. بالنسبه للاس بي 500 عم تلاحظوا انه عندي مستويات طبعا منخفضه، عندي اذا بدكم اغلاق تحت مستويات اذا بدكم ال 2015 2016، ولكن انا اتوقع انه ممكن يكون عندي بعد موجه اندفاعيه باتجاه الصعد. بعرف انه بعدني مصر على سيناريو شوي صعب، ولكن بالنسبه لي السيناريوهات اللي عم ببتدي فيها بسنه 2019 يعني بتقول لي انه المؤشرات الامريكيه لازم يكون عندهم بعد اخر موجه ارتفاع. اوكي استاذ مهدي، انا ما بنصح هلا، يعني الاسترالي دولار هو من العملات الرئيسيه لازم تكون ليدنج اذا بدكم، وتكون هي عم تبتدي بالارتفاع قبل غيرها، ولكن اذا بترجع بتطلع على رسم بيان الاسبوع ورسم بيان الشهري ومن وراء هذه الفجوه السعريه اللي على الاسترالي دولار عم بتخوفني شوي صغيره بالسيناريوهات المفترض عليها، يعني فتح السعر على فجوه سعريه باتجاه الصاعد وانخفض واخترق قاع الاسبوع الماضي او الشهر الماضي، فبهذه الحاله اصبح عندي سيناريو شوي صعب واخطر من غيره. فبالنسبه لي اذا في حد بفكر بالاتجاه الصاعد للاسترالي دولار، بعرض وقف خسارتي تحت مستويات 0.7016، يعني بعطيه 40 نقطه كحد اقصى، والا طبعا ممكن يرجع كف اتجاه الهابط. اوكي طبعا يعني بالمبدا استاذ محمد مزبوط، يعني تحت 2475 لانه بكون اخترق. خليني افرجيكم على الاس بي 500 او اليو اس 500. اليو اس 500 كنت استعملت فيبوناتشي اكسبانشن عليه، اوكي؟ فيبوناتشي اكسبانشن على هذا القاع، وكنت توقعت زياره مستويات ال 100% فيبوناتشي، اوكي؟ فطبعا مستويات ال 100% فيبوناتشي اكسبانشن تم اختراقها اللي هي فلات، كان عندي مستويات ال 161% 2385، اوكي؟ 2385. فبالنسبه لنا هذا الاختراق وايضا التداول على هذه المستويات بالمبدا صار سيناريو سلبي، ولكن مين بيقدر يسترجع استاذ محمد اذا في حال احنا اخذنا سيناريو سلبي على الاس بي 500 وخلينا نقول ابتدينا بالاتجاه الهابط، هل يا ترى نحن كمستثمرين او كمضاربين صغار بنقدر ندخل بهذه المستويات؟ يعني بنقدر نبيع هذه المستويات؟ بنقدر نبيع القاعان؟ اذا في حال بدك تحط وقف خساره وين بتحط وقف خساره؟ اذا في حال بدك تحط وقف خساره فوق اخر شمعه او افتتاح اسبوع اليوم، بس افتتاح هذا الاسبوع على مستوى 2436، يعني عندي 100 نقطه اس بي، 100 نقطه اس بي مين بيتحملها؟ يعني بالنسبه لي نحن كمضاربين صغار لا يوجد فرصه استثمار على المؤشرات الامريكيه، لانه وقف الخساره رح يكون 100 نقطه، الا اذا في حال حسابك بيحمل وقف الخساره بهيدا الحاله ممكن تقدر تدخل فرصه استثمار وتقدر تنقل اذا بدكم فرصه الاغلاق السلبي للاس بي 500 لفرصه استثمار جديه وتدخل مراكز بيع، ولكن لا اتوقع انه ممكن يكون عندي اذا بدكم سيناريو مفترض للمضاربين، لانه على رسم بين الاربع ساعات اخر قمه انخفضنا منها
بتبعد 100 نقطة عن الأسعار الحالية. فطبعا الخطورة أو الفولاتيلتي مرتفعة كتير. هلا بالنسبة لي طبعا يعني أسعار الذهب أيضا وصلنا لمستويات مهمة جدا، وأنتم بتعرفوا العلاقة العكسية بين المستويات بين أسعار الذهب الجولد والاس بي 500. أتوقع أن هذه المستويات تكون مهمة جدا. كنت قلت لكم أنه ممكن يكون عندنا 7 سوينج هاي على الأسعار الذهب، أو تقريبا زيادة مستويات 2000 ل 1270 1277 كحد أقصى، ومفروض نرجع نشهد إذا بدكم ضعف الأسعار الذهب وبداية موجة هبوط لزيادة مستوى 1120. بعدني مصر عليها. أتوقع قلت لكم أنه على السنة الجديدة سنة 2019 نفتح أسعار الذهب بفجوة سعرية بالاتجاه الهابط وفجوة سعرية بالاتجاه الصاعد للمؤشرات الأمريكية، لأنه أتوقع بعد إذا بدكم موجة هبوط لأسعار الذهب، وهذا الشيء بيدعم ارتفاع المؤشرات الأمريكية بموجة جديدة لا طبعا الاتجاه الصاعد. فالفجوات السعريه بدنا ننتبه لها عند بدايه سنه 2019 ومع افتتاح سنه جديده وير الكاند الجديده. طبعا انتم بتعرفوا انه كيف عندنا شمعه شهريه، شمعه يوميه، شمعه اسبوعيه، بكون عندي شمعه يير الكاندل ما انا موجوده على منصه تداول الميتا تريدر 4، ولكن ممكن نشوفها على غير مواقع تابعه اذا بدكم للفاينس وللرسوم البيانيه. عندي شمعه يير اللي بتفتح، ومع افتتاح الشموع اليابانية السنوية على طول بكون عندي فجوات سعرية، وهذا الشيء الخطير اللي عم جرب حذركم منه. فأتوقع أن نفتح فجوة سعرية بالاتجاه الهابط لأسعار الذهب ونكفي اتجاه الهابط لتقريبا أول 3 أشهر من سنة 2019 فيرست كورتر شهر 1 2 3، ونكون ابتدينا بالارتفاع للمؤشرات الأمريكية، ويكون آخر موجة ارتفاع للمؤشرات الأمريكية وآخر موجة هبوط لأسعار الذهب قبل ما نبتدي بالاتجاه أو السيناريو العام أو الاتجاه العام للكورتر الثاني من سنة 2019 لبداية موجة ارتفاع لأسعار الذهب وللنفط وللكراس سايكل تبع المؤشرات الأمريكية. أسعار النفط عم تسجل مستويات وقعان جديدة، أتوقع تكملة اتجاه الهابط وسيطرة فريق الدبب عليها أكثر. ما في شك أنه وصلت لمستويات مهمة اللي هي مستوى ال 4215 42 15، كان عندي خطوط دعم إذا بدكم عليها بالسابق، يعني من وراء ارتفاع من ال 25 دولار تم تثبيت هذه المستويات ل 42 دولار كذا مرة، مرة واثنين وثلاثة. فأتوقع أنه يكون عندي إذا بدكم خطوط دعم بسيطة جدا قرب هذه المستويات. إذا في حال تم اختراقها مستوى 39 راح يكون مستوى المنتظر، وال 38 50 باستعمال فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه بيكون عندي تقريبا مستوى 76.4%، 76.4% فيبوناتشي بتكون مستويات ال 39 40، ومنها ممكن نرجع نبتدئ الاتجاه الصاعد لزياده مستوى ال 80 وال 90 دولار على المدى الوسط للطويل طبعا. فبهيدي الحاله هلا المستويات الكعان اللي ثبتناها اللي على اسعار النفط 42 او 42 15 مهمه جدا، قدرنا نخترقها ونغلق شمعة تحتها ممكن نرجع نبتدي بالسيناريو الهابط لتكملة زيارة مستويات ال 39 40، وإلا ممكن نكفي اتجاه الصعب من هذه المستويات لزيارة أكيد موجة تصحية وليس ارتفاع ضخم، زيارة مستوى ال 45 وال 45 80 كمرحلة أولى أو كفيرست تارجت. هيدي بالنسبة للكرود أويل أو لأسعار النفط، أوكي؟ أما بالنسبة للأجندة الاقتصادية، هل يا ترى عندي شيء مهم اليوم؟ كنت تكلمت شوي صغير عن اسعار معدن النفيس في العام المقبل، وعملت ابلود ل اذا بدكم مقال صغير شوي صغير على بلوج او مدونه تكمل، كنت تكلمت فيها شوي صغير عن ارتفاع السلعه واسعار الذهب، وهل يا ترى طبعا ممكن الرسوم الجمركيه والامور والدولار الامريكي يضعف امام اسعار الذهب مع بدايه سنه 2019، وهذه طبعا من وراء التضخم الزايد. هلا بالنسبه للاجنده الاقتصاديه، واليوم بجلسة خلينا نقول 26 ديسمبر، يعني طبعا مع نهاية أو قربنا على نهاية السنة، رح ندخل شوي صغير ونشوف شو عندي بعض الأخبار المهمة لجلسة اليوم 26 ديسمبر. 26 ديسمبر عندي اخبار اليو اس دولار اللي هي مورجج ابلكيشن، منه شيء مهم، فورن اكسشينج، ريتشموند مانيفاكتشرنج الى اخره. عندي الاي بي اي ويكلي كرود اويل ستوك او مخزون النفط على الساعه تقريبا 4:30 او 5:30 بتوقيت السعوديه، 3.45 مليون برميل. فبهيك الحاله طبعا ممكن نشهد بعض التقلبات على اسعار النفط وايضا على الدولار كاد او الكندي اللي هو يلقب او يعتبر به اذا بدكم رفيق النفط، او خلينا نقول يعني العلاقه الايجابيه او السلبيه اللي بين النفط والدولار كاد،
اوكي ممكن تكون موجوده وبعد ولا تزال بالسوق. فطبعا عندها علاقه ايجابيه اسعار النفط والكاد لحاله، ولكن عملة كندا لحالها، يعني عم نحكي اذا في حد ناخذ زوج الدولار الكندي، يعني علاقه بتصير عكسيه، ايجابيه بين النفط والكندي، عكسيه بين النفط والدولار الكندي. اوكي هيدي بالنسبه لهذه الكورليشن او العلاقه اللي كنت اتكلم عليها. أنا بتشكر وجودكم ومتابعتكم بهذه الجلسة، بتمنى لكم نهار أكثر من رائع ومثمر بالتداول، وبشوفكم بجلسة بعد الظهر. كان معكم نزار الظهري من شركة تكمل، إلى اللقاء.